بحثا عن رؤية موحدة تتلائم مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ندوة وطنية اختير كشعار لها المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار رافعة للتنمية الاقتصادية، بغية كشف الإكراهات والتحديات التي تواجهها منظومة البحث العلمي والابتكار لأجل معالجتها. خديجة زروال وعبد الفتاح زوين. البحث العلمي خيار استراتيجي اعتمدته الدول المتقدمة واعتبرته قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تخصص هذه الدول ما بين 2.5% و4% من ميزانيتها العامة للبحث العلمي، في الوقت الذي لا تتجاوز النسبة 0.8% بالمغرب. في ظل هذا الواقع، المغرب مدعو أكثر للانخراط في منظومة تطوير البحث العلمي وجعله من الأولويات الاستراتيجية. البحث العلمي كغيره من القطاعات هو مجال يحتاج طبعا إلى مزيد من الإمكانيات، ولكن يحتاج إلى جدية، يحتاج إلى صدق، وإلى أن تصبح المعاني التي تنتظمه هي المعاني الكونية الموجودة في العالم كله. أما الأساليب التي درجنا عليها لحد الآن فلم تعطي النتائج المرجوة، فأن الأوان أن نخرج من هذا المنطق إلى منطق جديد من خلاله نتمكن أن يكون عندنا بحث علمي يرافق تنميتنا. المغرب يعني انخرط في واحد مجموعة ديال الأوراش المهيكلة الكبرى اللي كتحتاج فعلا أننا نطوروا مجال البحث العلمي من أجل مسايرة هذه الأوراش ومن أجل استثمار هذه النتائج. فالندوة كتهدف أساسا إلى تحيل الاستراتيجية الوطنية حول البحث العلمي وتحديد الأولويات الوطنية للثلاث سنوات المقبلة. فهذه الندوة هي من أجل تفعيل رؤية موحدة للنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار والوصول به إلى مستوى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كفاءات موجودة، لكن نحن في حاجة ماسة إلى توحيد الرؤى وإعطاء للبحث والباحثين الإمكانيات والتكوينات اللازمة ليدخلوا في الميدان البحثي النظري أولا والتطبيق كذلك. إذن من أجل الرقي بالبحث العلمي إلى مستوى الدول المتقدمة، لابد من تعبئة الأطر والكفاءات ومراجعة منظومة التربية والتكوين والرفع من ميزانية التمويل.